ازيكم اصحابنا، عاملين ايه؟ معاكم جودي، معاك جد من قناه تعالوا جودي الجديده. النهارده هنعمل جوله في غرفتكم بالفرش بتاع العيد، وتوري اصحابكم بقى ايه الاوضه بقى بعد الفرش الجديد والتوضيبات الجديده. عشان قولي يا اروبا بس طيبين، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب فعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا الجديده. طيب اول حاجه نبتدي بايه؟ نبتدي طيب بالفرش، نبتدي بالفرش، نوري اصحابنا الفرش الجديد والملايات الجديده. لما جينا نجيب الملايات اخترنا عليها ايه؟ اخترنا عليها الاشكال الكرتون اللي انتوا بتحبوها، صح؟ وكل واحده فيكم جابت مخده ايه؟ مخده تورتر. مخده ايه يا جايده؟ تورتر. مخده سواري كده حلوه تنور الايه؟ تنور السرير، صح؟ هو ده سرير مين؟ جايدة. ده سرير جايدة؟ طب قولي بقى لأصحابك احنا علقنا ايه فوق السرير؟ هنا؟ علقنا هنا ايه؟ صورة؟ صورة عليها وردة، صح؟ برواز عليه وردة؟ لون ايه؟ لون الوردة اللي في ايه؟ اللي في الفازة اللي هنا؟ نفس الشكل؟ ودي صح؟ نفس شكل اللبس اللي هي بتاع جايدة. دي نفس الوردة دي فعلا في لبس العيد اللي في البادي، صح؟ صح. في البادي. لا بس جميلة جميلة والله والله جميلة. ايوه فص عنب اللي بتعلق ده، فص عنب اسمها الكريستالات يا جايدة، اسمها فص عنب. ايه فص عنب دي؟ دي بقى تنور. ودي وري اصحابك بتنور ازاي. واو استني استني كده استني خليكي واقفة. الله او جميلة خالص. يلا حطيها حطيها وهي بتنور، ما تفسليهاش، حطيها بتنور شكلها جميل خالص. الله لا 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 جميلة. ده كده سريرك مبسوطة بيه؟ انزلي بقى كده. وهنا طبعا يلا وريهم. وهنا طبعا المفروض ان احنا كنا جايبين الشمعدانات دي على شكل الفوانيس، صح؟ علشان احنا كده كده كان عندكم فوانيس كتير، فقلنا نجيب ايه؟ شمعدانات يكون شكلها شبه الفانوس شويه وفي نفس الوقت لايقه مع الاوضه، صح؟ حلوين؟ وريهم. انا عجبني اللي فيها اللي هي فيها كوكا بحر. واو استني بس عشان ايه الكاميرا تركز على الصوره. والسمكة اهي ركزت. واو انا عجبني فيه النجمه. جميله جميله خالص خالص خالص. حطيها بالراحه. ممكن بقى انسه بهلوان تنزل. ممكن انسه بهلوان تنزل. مين اللي هيروق السرير ده؟ مش انا. من يا على العسل. هاتي حضن هاتي حضن هاتي حضن هاتي حضن. انا بهزر. السرير الثاني سرير الانسه. ما هو شايفين خلاص والله. السرير الثاني سرير الانسه جودي. لا 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 خليها منوره. اطلعي اطلعي نوري اللي عند اختك. يس طبعا ده سرير الانسه جودي، واحنا نفس اللي عاملينه في السرير ده هو هو في السرير ده. الفرق ان احنا حاطين هنا الايه الشاشه بتاعه التلفزيون، والشاشه دي بتتحرك كده 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 علشان لما تيجوا تتفرجوا ايه يس كده كده كده. طيب وري بقى اصحابكم الاوضه بتاعتكم فيها ايه بقى تاني؟ حاجات. فيها ايه جايده؟ فيها حاجات. حاجه يا عامله زي انت بتعملي في كتابك كده ليه يا جايده؟ جايده يلا بينا غمضوا عينيكم. بصي حلوه. غمضوا عينيكم غمضوا غمضوا عينيكم عشان ربنا يرحمكم من من الشقلبظات والبهلوانات اللي انا فيها. هيغمضوا. حاضر حاضر هيغمضوا. طب نوريهم الاول الكومود من فوق. نوريهم الكومود من فوق عليه ايه؟ الاباجوره. الله تدفي النور ليه؟ ما احنا شايفين اهو. احنا طفينا النور عشان نشوف الالوان بتاعت دي، انما دي مش الوان. يلا اطفيها عشان هي عكس النور هنا خالص. الاباجوره والشمعدانات وعلبه المناديل. اسمه ايه؟ اسمه سواريه جايده. اسمه ايه؟ سواري. اسمه سواري. علبه المناديل. ماشي شفنا علبه. انت لازم تشيلي الحاجه من مكانها ليه بس؟ سؤال. ونرجعها. ما هي ماما اللي مروقه. ماما اللي مروقه. ماما اللي مروقه. في حاجات مروقه وفي حاجات ماما مروقه. ماشي انا مروقه اللي بره، انتم مروقين اللي جوه، صح؟
خلاص عرفنا عرفنا. ارجوكي بقى افتحي الدرج. كفايه كفايه فصلنا مرتين، فصلنا مرتين كفايه كفايه. آه نفتح بقى كده الادراج. يا دي دي علقت دي علقت. خلاص بقى خلاص خلاص يلا يلا افتحي الدرج. افتحي الدرج بس كده وري اصحابك. يلا بقى اول درج ده في حاجه مين؟ ده في حاجه جايده. وبنحط فيه وبنحط فيه الريموتات بتاعه التلفزيون. اه ده كيس البلالين اللي هنعمل بيه عيد ميلاد. اه طيب حطيه يلا. المفروض تقول لنا كل سنه وانت طيبه عشان عيد ميلاد يوم السبت ده. عيد ميلادها يوم السبت. وقول لهم استنوا اصحابنا الفيديو بتاع تحضيرات عيد الميلاد، والفيديو بتاع عيد الميلاد هيعجبهم قوي صح؟ اه وهكوي شعري. يا سلام. وهنجيب اللي ماما جابتها يا ولد، وهنجيب هدايا. صح؟ انا مش عارفه هتجيبوا ايه. ما انا هنعمل لك مفاجاه ان شاء الله، هنسربك. ماما ايه يا حبيبتي الله يكون في عون اللي هيلاقوكي. بس بس يلا يلا كفايه ماشي. ومين مين اللي رسل مين اللي رسل شنط الرصه الجميله دي؟ انت والله جميله. حاطه الشنطه حاطه الشنط. الله هنروح بيها النادي. ماشي كلها ما واحده واحده. وهنا بقى دي شنطة العيد لسه نوفي. جميلة جميلة جميلة. يلا ها نفتح بقى الشنطة. وين الشنطة التانية؟ نفتح. عرفنا شفنا. نفتح بقى الدرج التاني. يلا يا جودي. الدرج التاني ده في حاجة مين؟ أنا. ده في حاجة الآنسة جودي. برضو مروقة مرصة الشنط. ايه دي؟ شنطة العيد برضو رصة الشنط بتاعتها. والشنطة دي حبيبتها قوي قوي قوي، بتروح بها الدروس وبتروح بها كل حاجة صح؟ حتى الآلة الحاسبة هنا ليه؟ أنا بحسب بها حاجات. بحسب بها حاجات؟ طيب ده كده الكومود. طيب خلاص شافوا 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 شافوا. ماشي ماشي. عايزة توريهم إيه تاني؟ عايزة توريهم إيه تاني؟ طب نوريهم إيه قبل الدولاب؟ قبل الدولاب. هي عايزة توريهم ده قبل الدولاب. الله. آه دي طب نعرفهم. طيب نعرفهم نعرفهم وحدة الأدراج دي انتوا حاطين فيها ايه؟ وريهم كده. أو أول حاجة كل واحد فيكم ليه فراشة من دول صح؟ دي واحدة دي واحدة ليه. ماشي يلا افتحي الدور. هي اللي روقت الدور كده. ماشي. ده درج ده درج التوك. وعلى طول على طول مقلوب مقلوب قلبه يعني ربنا اللي عالم بيها. بس الحمد لله هو شكله نضيف شوية النهاردة. الله هو في ايه؟ معرفش. غمضوا عينك انا اللي مروقه. ابوس ايدكم غمضوا عينكم وريحوني. انا مروقه. هما هيغمضوا انا عشان يستريحوا منك. يلا. واو بص هنا قلم السبوره تبع المدرسه. ماشي. هنا ايه؟ هنا هنا انتوا حاطين الكتب والكراسات والادوات المدرسيه بتاعتكم. ايه تاني؟ ايوه بصي احنا عارفين ان الترم خلص، بس احنا لسه في جزء من المنهج ما خلصناهوش. فهنرجع نكمله بعد العيد، عشان كده احنا لسه محتفظين بالايه؟ القلم خدته من جودي. بالحاجات بتاعتنا صح؟ طيب جودي بقى تعالي بقى كده يا جودي وريهم انت. يا ستي شافوا الادوات كلها. عايزه توريهم سنان القلم كمان؟ ده برضو ايه؟ ده برضو الدرج بتاع الانسه. لا بس شكله نضيف والله، شكله يعني حلو. ده برضو الدرج بتاع الانسه جودي. انا عجباني قوي المقلمه. المقلمه رصه فيها الاقلام والحاجه بتاعتك. تمام هنكمل ان شاء الله المنهج بعد العيد ان شاء الله. انت ما بتنطقيش ليه؟ ما بحبش المدرسه. ما احنا مش هنروح مدرسه، احنا هنذاكر في البيت. ليه ايه الافتراء ده؟ ما هو في لسه جزء في المنهج ما خلصش. ده جزء وزعت من المدرسه. لا يلا يلا عايزه توريهم ايه تاني؟ الدولاب. يلا نوريهم الدولاب. نقول بسم الله. ده الدولاب بتاع الانسات. طبعا دي حاجات الشتاء. دي حاجات الشتاء وحاجات المدرسه صح؟ يس. عرفنا عرفنا. كنت هتقعي. دي حاجات دي حاجات. طيب ما المفروض جودي اللي توريهم حاجتها. يلا يا جودي وريهم حاجتك. ظبطت ظبطت الهدوم بتاعتي. شطوره. وهنا بقى الساعه بتاعتي. ايوه والبرفيوم. وري وري اصحابك البرفيوم. البرفيوم ده انا خدته من ماما. ايوه وده كمان وده كمان عشان انتوا بتخلصوا. انا حاسه ان انتوا بتشربوا البرفانات يعني بتسفوها كده. ماشي. وده ايه؟ زبده الكاكاو. ده الملمع. ايوه ماشي هنسميها زبده الكاكاو. بس مش حمرا. بس مش حمرا. طيب الرف الثاني ده بتاع مين؟ ده تبعي. استغفر الله العظيم يا رب. سامحنا سامحها يا رب. ده تبعي. ماشي الناس عارفه. هي اللي كانت مروقه. ايوه
حتى لو عايزين تشوفوا روح قناه عزه هو. ايوه 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 سبسكرايب وفعلوا كل عشان كل ده صورناه هناك صح. طيب وايه تاني كله كده تراس الله الفروق اللي مش دي فروزن برضو وماشي يلا حطيها ماشي هنشوف القصه دي حاضر برضو الحاجات دي برضو تبع مين تبع دي تبع ماما صح دي. عشان ما انا قلت لكم عندكم قالت لي النهارده عندكم كام برفان قلت لها ثلاثة دي برضو كانت مديانة قالت لي طب خلص خدوا دي قلت عشان يبقى انت اتنين وهي اتنين عشان تشربوا البرفانات براحتكم صح ماشي والله جودي رقيقة والله جودي رقيقة حاطة بوكس كده بوكس طيب طيب طب نشوف ايه اللي هنا ماشي نشوف نوري اصحابنا ايه اللي هنا ماشي. طيب الجزء ده فيه الحصالات وفي المصحف وفي الحاجات الشخصية بتاعتكم صح طب نوري اصحابنا العلب دي فيها ايه دي البيت لما فيها كل وري كده اصحابك البوكس الصغنطه ده فيه ايه خليهم على السرير خليه على سريرها يا صبر ايوب اهو الله عرفنا 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 يلا بسم الله ماشي غمضوا عينكم هما اكيد مغمضين عشان يستريحوا الله يلا 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 غمض عينكم غمضوا عينيهم يلا بسم الله الاكسسوارز بتاعت جايده ده اللعبه اللي علوي طب طلع لهم كده طلع لهم الحاجه اللي جوه البوكس اللعبه دي جايده بتحبها قوي مش عارفه اكونها صح لا لا لما نهدى كده ونروح النادي نبقى نكونها ده اللي انا بعشقها دي زبده الكاكاو ماشي حطيها ودي دي الاكسسوارز بتاعت جايده جايده كانت جايبه حلو ماشي يلا ايه تاني بسرعه وده ده ختمي واو وده الله اللي عليه اسم مين جايده جايده فين بتاعك يا جودي اللي زي ده عندي طب استني طب عشان الكاميرا تشوفه كويس هاتي كده اهي ودي الحزازه جميله يا جايده عليها اسمك جميله ودي حزازتي ودي حزازتك ودي بقى اللي احنا كنا عاملينها بالشاليمو كنا عاملين لها فيديو في القناه بتاعتكم صح؟ صح قولي لاصحابك يبقوا يروحوا يشوفوه بتتربط على الايد ورا اصحابك بتتحط على الايد ازاي؟ واو اهي شكلها جميل حسن خالص طيب كده خلاويس البوكس بتاعك خلاص؟ خلاص طب نلف بقى للانسه جايده للانسه جودي كانت بتطلع بتاعتها بس دي تيجي على مقاسك دلوقتي يا جودي ولا على القفل التاني ده بجد صغيره كنا عاملينها لك وانت عندك من قيمه 4 سنين او 3 سنين وكنا عاملين لاختك واحده وكانت لسه نونو لا بس هتيجي على اللي هو الصغير ده يا جودي تتفتح لا اهي بقي على ايدي ما تخسي شويه والله ما باكل والله ما باكل تعاكليني ماشي دي فنانيس بتاعت رمضان واو بس انتوا والله شاطرين ان انتوا لسه محافظين عليهم طيب وريني بقى كده البوكس بتاعك فيه ايه ده البوكس رؤية في طب قولي طيب فيه ايه اللعبه ماشي بوكسي ماشي خلاص عرفنا والبرواز اللي في الصوره بتاعتك انا اللي كنت عاملاها في النهارده طيب دي فيها ايه دي فيها الذكريات الاساور الصغنطه بتاعت جودي يا وريني كده يا جودي ايدك وريني ايدك بس وريني كده ولا حتى يدخلوا في ايد جايده كانت ذكريات حلوه كانت ذكريات حلوه ذكريات السلسلة عليها اسمها دي السلسلة اللي عليها اسمها انا كان عندي بس مش لاقيها لا هنلاقيها هنلاقيها في قلب اي اكسسوارز ممكن تكون في العلبة بتاعت الاكسسوارز بتاعتي ودول برضو كانوا ميداليات انا اللي عامله دي برضو عليهم ايه كنا اي حاجة بنلاقي عليها اسم جودي كنا بنشتريها صح الله جميل امال ده في ايه ده العلبة دي خواتمها الانسيال والخاتم يا قروبة محافظة عليهم خالص انا طبعي بقى شطورة والله لا جميل جميل طيب البوكس ده فيه ايه فين الغطا بتاع البوكس ده اهو يس ماشي ورينا البوكس ده فيه ايه انت بتغطي ده فنانيس انت عرفنا ان ده فنانيس يلا قولي لاصحابك البوكس ده فيه ايه الاكسسوارات في برضو الاكسسوارز وايه تاني دي لا دي لعبة فاضية ماشي ودي الله ماشي جميلة
وباقي الاكسسوارز بتاعتك صح؟ طب خلاص يلا. الله استنى اشوف الانسيال ده. انا بشبه شويه بس مش مشكله. لا ده بتاعي. ماشي. لا 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 ده شبه بتاعي. لا ده بتاعي. طيب اوكي يلا. ايه تاني؟ هنا حاطه بيرفيوم وزبده كاكاو وحاطه حبيبي بالراحه وحاطه حاطه الكريمات بتاعتها. لا شطوره خالص. يلا بس هوريكوا حاجه تاني. يلا اقفلي اقفلي. هنوريهم ده. هنوريهم. حاضر شيلي البوكس بتاع اختك. شيلي البوكس بتاع اختك شطوره. طيب دي كده اول ايه؟ درفة. دي كده اول. والله شكلها حلو. والله شكلها مهذب كده. شكلها امور. طب تعالوا نشوف الدرفه الثانيه. يلا غمضوا عينكم. غمضوا وريحوني عشان تعبت كده. تراب. طيب دي اللي فيها هدوم الخروج. صح. لو ما انتوا ما اتفرجتوش عليها روحوا قناتنا. واو. روحوا قناتنا. ما هم في قناتكم. ما هم في قناتكم. هم في قناتكم. الشنط دي فيها لبس العيد صح؟ وده لبس الخروج بتاعكم. تمام كده. وده الشيء. حاضر حاضر. يلا بقى كفايه كده. انا تعبت من كتر الوقفه. واخر حاجه موجوده عندكم اللي انتوا بتحبوها جدا. ها؟ بتحبوها عشان فاكره لما اتصلتوا بيا انت فين يا ماما؟ انا في درب البرابره. ماما هتجيب لنا فازه زي اللي جبتيها في الصاله وجبتيها عندك؟ هجيب. ماما ممكن تجيبيها لنا بينك؟ حاضر هجيبها بينك صح؟ عارفه الورد ده؟ وبعد ما جبت فيها بعد ما جبت فيها الريش ده صح؟ انتوا قلتوا لي ايه؟ انتوا قلتوا لي احنا كنا عايزين ورد. فقعدت ادور كده اجيب ورد ايه يبقى شكله حلو يمشي مع ال نفس البرواز صح؟ رحت جبت الورد. ماما ايه يا كوكو؟ بس على فكره ده لما يجي من البيت كده اكنه حقيقي. ما هو شكله حلو بصراحه. وقعدت الف الف عشان اجيب لكم ورد يكون رقيق يمشي مع الشعر وبرده يمشي مع الايه؟ مع البراويز والورد اللي فيه البراويز اللي فوق السراير. لا اله الا الله. خلاص ما وراهم. هم شافوا كل حاجه. شافوا. جايده تحبوا اوضتكم؟ نعم. طبعا تغييرات جامده جدا من فيديو جوله الغرفه بتاع المره اللي فاتت. تغييرات كتير. كان هنا في ترابيزه وتلفزيون يعني كان تغييرات قويه جدا. بس دلوقتي احلى صح؟ عايز اقول لك البتاع بتنور شكلها حلو قوي يا جايده والله. عسل. يلا انت بتعملي ايه؟ بتعملي لا خلاص عرض الازياء عدى. عرض الازياء عدى. يلا تقولوا لاصحابكم ايه بقى لو عجبتهم الاوضه؟ لو عجبكم الاوضه. الاوضه ولا الفيديو؟ الفيديو ولا الاوضه؟ لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهاتنا قبل ما نقفل. حاضر هنشوف. حاضر هنشوف. يلا نقول لاصحابنا ايه؟